قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال رجل: لمن هي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وبات لله قائما والناس نيام. لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وبات لله قائما والناس نيام. وروى الإمام أحمد والترمذي وصححه الشيخ أحمد شاكر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. إن الله حرم على النار كل هين، يعني متواضع على إخوانه المؤمنين، كل هين سهل، يعني ليس غليظا وليس بذيئا وليس منفرا، كل سهل هين، كل هين لين سهل قريب، يعني قريب من الناس، سهل يعني سمح، قريب من الناس يعني يألف ويؤلف، يحب ويحب. كذا روى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة، والحديث صحيح. قال أبو هريرة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دلني على عمل إن عملت به دخلت الجنة، دلني على عمل إن عملت به دخلت الجنة. قال: أطب الكلام وأطعم الطعام وأفش السلام وصل الأرحام وصل بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام.